اختك تكينا قوي على الوضع اللي بقينا فيه. ما هي بتعمل رجيم يا ابني. ايه ده بتعمل رجيم بجد؟ اه والله. ده رجيم ايه ده؟ رجيم اسلامي. ايه ده رجيم اسلامي ازاي؟ بتاكل كل حاجه وتدعي انها تخس. انت من ساعه ما ربنا كرمك وانت باصص في السقف في حاجه فوق يا ابني فكده الشمس هتحرق وشك. دي عظمه عظمه. دي عظمه. ابعت لك سان بلوك بقى نجيب 10 ونشربهم كلنا. خدت بالك يا ابني؟ بص بص شوف الجنتله فظيع الطقم ده افخم المحلات في الجمهوريه بجد والله. اه والله. جابه منين؟ وكلت البلد. ما بخلتش والله. فظيع فظيع. بس انت برضه لسه هتفضل فقير والفقر جواك. بص يا ابني. ايه ده؟ بص ده شكله ابن ناس قوي. امال ايه ده؟ ماركه. ده ده ماركه. توكيل. توكيل. امال ايه؟ من ايه؟ من التوحيد والنور. ده انت هتخش النار حتف. انت مبذر يالا ليه كده؟ مش مبذر ولا حاجه. ده 25 جنيه كل الفخامه دي. والله العظيم غالي جدا. ده ب 25 جنيه ده كل ده ب 8.5. ده ما فيهوش كور. ده مليان كور. شايف الكور؟ تمام تمام. افتري افتري عشان ربنا يذلك زي ما بتذل الناس. ده انت هتتذل ذل يا ابني والله. تعبيط يا محمد يا رمزي. انا ما حدش يعرف يذلني. انا عبيط يا سوكي؟ انا اللي ذلني تحت رجلي بجزماتي كده. انت بتعمل لي حاجات ببقك يا سوكي. يا ابني المية وقفت في زوري شرقت مفيش حاجة. المية. يا سلام. عادي يعني. يا سلام يا. أنا مش مصدقة اللي بيحصل. شفت أختكم بتعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني دي فقيرة والتنين المجنح اللي جوه دي غنية. يا أحمد. عايزة إيه؟ أنت مستخبي كده ليه؟ عشان محدش يذلني. شفت سعاد عملت فيا إيه؟ إيه اللي حصل؟ إدتني بقشيش 20 جنيه. طب يا رب. أعمل إيه يا ربي بس؟ انت يا نيلة هناك تعالي. نيلة؟ ايوه تعالي نيلة. تعالي بقول لك عايزك. عايزني انزل اسوق لك العربية صح؟ لا يا سمح الله. هي العين تعلى عن الحاجب برضو. اصيل يا حامد والله. وانا العين وانت الحاجب. تسلم. بس اكيد الحاجب ما عندوش مانع ينزل يمسح العربيات في الجراج ويسيق الجراج. انتوا العيلة بتاعتكم دي كلها اتجننت ولا ايه؟ كلبة نيلة اخرسي. اخرسي كلبة رمى زبالة حقيرة اخرسي. ايه ده؟ طب لو ما نزلتش مسحت العربيه. ما نزلتش مسحت العربيه هرمي العربيه اللي تتوسخ وابعت اجيب عربيه جديده بدلها اركبها وانبسط. اخسى عليك يا حامد. بقى كده تزعقلي؟ انا ما زعقتي جامد يعني ده. وبعدين عايزني انزل امسح العربيه. اثبت يا حامد خليك جامد. ربنا مش قادر. اثبت يا اخويا اثبت. ايه؟ ايه يا ايه؟ كنت امسح العربيه برضو؟ لا خلاص بصي خدي مفتاح العربيه. خدي العربيه بحالها. ايه ده انت اتجننت؟ ده مفتاح العربيه؟ احنا بنلاقي المفاتيح في الشارع. في ايه يا هشام؟ مفيش حاجه. انت مستخسر فيا حته عربيه؟ خدي مفتاح اوضه النوم وزباين على فوق بسرعه. ماشي. انت يا بنت انت بقى عماله تستهبلنا. اذا كنت ضعفت في فتره من فترات حياتي مش هضعف تاني. في يلا. في يا حامد؟ حامد بلا زفت. يلا قدامي على الجراج تمسحي كل الجراج يا كلبه. يلا يا كلبه. يلا نيله. كلاب كلكم كلاب. كان في زعافه هنا بنمسح بيها. انا مش لاقيها. بس انا عارف الزعافه دي حلها ايه. الزعافه دي انا عارف انا هجيبها ازاي بطريقتي الخاصة بقى. الدنيا دي كلية بتربي وتعلم واللي ما راحش مدرسة في الدنيا يتعلم. كمون لاسي كمون. يا رغبة. يا ابن الذين.
اصرف وانا ما عييش ما لعنش لف بيا يا حبيبي لف بيا كمان لفه حاسس اني راكب جمل حاسس اني في برج ايفل في اوروبا الرحمه وانت رحمتني لف يا حبيبي حرام عليك ده انا ابن عمك يا ابن عمي قعدني على الكنبه يا حبيبي قعد بالراحه ايوه بالراحه اقعد كده يا حبيبي اقعد عايزك بقى ايه تحكي لي حدوته يا اسمر الوجه يا عبدي يا اسود يا حفيد عنتر يا كلب شيبوب يا نتن اعمل فلوس فلوس احكي لي حدوته يا نتنياهو احكي لي كان يا مكان ايوه كان في زمان شاب محترم اسمه توفيق كان ولاد عمه بيذلوه ويهنوه ولكن هو كان قلبه طيب يا سلام ولما الدنيا اتقلبت ما انتقمش منهم ورجع عاشوا مع بعض في حب وسلام دي قصه خرافيه يا حبيبي القصه دي في الخرافات تحكيها في زمن الديناصورات حرام عليك انا تعبت يا كلب يا عبد يا لا انا مش مرتاح هنا انا عايز اقعد هناك اوعى بقى يا جماعه شيلني شيلني يا كلب يا نتنياهو شيلني يا معفن يا جربوع شيلني قعدني على الترابيزه دي بقى في الوسط سنترني ايوه سنترني سنترني ايوه تعال بقى اعمل لي مساج اخلص انا الوي اعمل لي مساج ايوه لا تحت شويه يا افريقي يا نتن يا كلب يا خدام انا يا نهار ازرق عليك ده انت هتشوف ايام يا لهوي يا انت الفلوس عامت قلبك ما كانت عام يا قلبك يا كلب تعال بقول لك ايه يلا شيلني وديني الحمام واعمل لي حمام خلاص من هنا ورايح انا هتزنق وانت اللي هتعمل ومئة مره في اليوم مئة وهاكل كل حاجه وهنفخك شيل لا خلاص شيلني شيلني ودينا على الحمام ايوه وربنا ابدا المرجيحه يوم تحت وفوق فيها خلقه عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق فيها خلقه عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق عز يا ابويا واد زل جوه في الحمام مش هيطلعه اخليها قاعد جوه لما ريحته تنتن يا